ألف ألف مبروك. ثانية واحدة، ثانية واحدة حبيبي. الظاهر النهاردة يوم الجوائز يا شاوي. أيوة. 142 على 130. مبروك حضرتك فزت الجائزة. على أي حال؟ لا دي جائزة عظيمة جدا، ديت من قبل شركة ديدروتو. نعم. شركة ديدروتو دي شركة طلياني عاملة ميكسر مع شركة تانية اللي هي اسمها بيوسلل. نعم. بيوسلل دول الشركتين مخلطين على بعض الاثنين، عاملين شركة واحدة، وده هتتفرج دلوقتي على هدايا قيمة جدا. أي يا شاوي. ايوه الف مبروك يا فندم. الف الف مبروك. الف الله الله الله، دي هديه جامده جدا. دلوقتي حضرتك في نظام عندنا، ما دام تاخد هديه حضرتك لازم تلبسها، وبنصورك حضرتك بصورك فلاش وفيديو، لان ده نظام الشركه عشان اثبت ان انا اديت الحاجه دي للزبون. ولازم تصوير يعني؟ اه الحقيقه لازم تصوير. ايوه يا استاذ. لما حضرتك شفت الجايزه. ايوه الف مبروك. انا كنت هنا من 3 4 ايام وسبت جايزه، بس جايزه كانت شيك جدا يعني. كانت ايه الجايزه بقى؟ كانت عباره عن مايو. مايو صورت لي؟ اه طبعا حضرتك الصور. يا شاوي. ايوه خش مع الاستاذ. حاضر. الف الف مبروك حضرتك. الف مبروك. الف مبروك. اتفضل. ايوه خليها عندي انا. اتفضل اتفضل حضرتك البس الحاجه والف مبروك لحضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك. ايوه في ايه يا جماعه؟ لا مفيش حاجه ما تقلقش. الفيديو بقى قرب شويه، قرب شويه، ارفع الحله لفوق. الفلاش، الفلاش حضرتك لو تكرمت ارفع الحله وقول اسم حضرتك ايه. خالد رياض محمد. لا لا اسم حضرتك ايه؟ خالد رياض محمد. اقول اسم حضرتك بصوت عالي ويقول انا احب حلتكم. خالد رياض محمد انا احب حلتكم. تضحك ليه حضرتك؟ لا حضرتك قولها بجد. انا فلان، عشان ده اعلان، يعتبر اعلان. حضرتك قول اسمك بالكامل وقول انا احب حلتكم. انا خالد رياض محمد انا احب حلتكم. طب حزين ليه حضرتك؟ ابتسم ابتسم، لان ده حاجه حاجه جميله. حضرتك بتعلن عن سلعه. نعم اول مره اشوف حاجه زي كده يعني. لا انت تقول انا احب حلتكم، دي فيها حاجه. انا احب حلتكم. انا احب حلتكم. انا احب حلتكم. قول اسمك. خالد رياض محمد انا احب حلتكم. 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 يا ريت تتنطط تنطيطه صغيره جدا. انا احب حلتكم. انا احب حلتكم. انا احب حلتكم. انا احب حلتكم. غريبه قوي. بتستغرب ليه حضرتك؟ اول مره اشوف حاجه بالطريقه دي. لو تكرمت 10 مرات انا احب حلتكم وانت بتتنطط. انا احب حلتكم. 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 تاني حضرتك ما بتتنططش كويس، ربنا يخليك اتنطط لي تنطيطه لفوق شويه وانت بتقول انا احب حلتكم. انا احب حلتكم. الايقاع ده يعني نط حضرتك. ايوه شويه كده اتفضل. انا هعمل لك التسقيف. اتفضل حضرتك. انا احب حلتكم. 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 انا احب حلتكم.